محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، روحي وأرواح العالمين ومن في الوجود لك الفداء وأقل الفداء يا قتيل العداء ومسلوب العمامة والرداء يا أبا الشهداء غريب 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 يا مظلوم كربلاء يمحي الزوار يا ابو علي، الواثبين لظلم آل محمد ومحمد ملقا بلا تكفيني والقائلين لفاطم آذيتنا قاتلهم الله من طول نوحين دائما وحنيني ومجمع حطب على البيت الذي لم يجتمع لولا شمل الدين بعد والداخلين على البتولة بيتها وويلا والمسقطين لها أعز جنين والقائلين إمامهم بنجاده والطهر تدعو خلفهم برنين خلوا ابن عمي أو لك شوف بالنعاء راسي واشكو لله شجوني ما كان ناقة صالح وفصيلها
بالفضل عند الله إلا دوني شوت الزهراء قال ورنت إلى القبر الشريف بمقلة عبرا وقلب مكمل محزون شوت عند القبر أخذت قبضة من ترابه تشمها وهي تنادي ماذا على من شم تربة أحمد هل لا يشم مدى الزمان غواليا قل للمغيب تحت أطباق الثرى إن كنت تسمع صرختي وندائي يلا جميعا ويا الزهراء صبت على صبت على الأيام صيرنا ليا نقعد يا أبو إبراهيم قوم من القبر تشوف أخانت الأم عهودها ونسيت المعروف أنا بالصوت ضربوني وعلي قادو مشتوف مغدور حقه والورث يا بوي مغصو دنها ضعاين ساعدي ولطمة عيوني الشاط العبد والرمي ابو القاسم امتوني هجموا علي داري وما حد وقف دوني بعدك يا ابو ابراهيم قلب شلون ميذو شحتم البوية من مصابي وكثر بلوى فقدك غصب المرتضى وحنت يتامى وكسر الضلع وتسقط جنيني من حشا نهبون حلتي صبرا والصبر كم دو يا رسول الله كم دو بنت صبر وقالبي كله هجر الثاكل بيام الليمين عوها من النو يا بكل يوم اخذ الشبطين ونرو يم القبور بكي ونرجع وقت الغرو ويلي ظلالي الضاف العدى قطعو قطع ظلالي أقعد بحر الشمس من حولي يطفى وارجع وعاين من برك يا خالي ما شوف ليل نهار غير هموم وكرو ولو عندي كفيل تدير هالعالم يمينه
بالصبر وصيت يا سلطان المدي وقومك عليه قلوبهم تغلب ضغينه الثارة تحد وحنين بيهن صبح مطلوع ولكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أعوذ بالله السميع العليم من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم نوروا مجالسكم وارحموا موتاكم وقضوا حوائجكم بفضل الصلاة على محمد وآل محمد. فأتت به قومها تحمله الإشارة إلى مريم العذراء سلام الله عليها وانتقل القرآن الكريم مباشرة إلى قصة مريم لكن إلى أي مقطع إلى ما بعد الولادة مباشرة بعد الولادة بعد أن وضعت عيسى سلام الله عليه شوت طبعا انتهى جزء من حيرتها يعني الجزء الأول من الحيرة ومن المأزق العظيم لمريم سلام الله عليها كان يتمثل في قضية الولادة ذاتها أنها حامل ومقرب وستلد هذه يعني مثلت جزء كبير من حيرة مريم ومن مأزقها سلام الله عليها الآن بعد نزل عليها الوحي وكذا هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا إلى آخره وراحت إلى المسجد وقال لها جبرائيل إن هذا البيت بيت عبادة وليس بيت ولادة وارجعي أو إلى دار الكنيسة يعني العبادة يعني قصة طويلة عريضة إلى أن انتهى المأزق الأول بولادة عيسى سلام الله عليه الآن تبدأ مرحلة جديدة من المأزق الثاني الأصعب على مريم سلام الله عليها والمفروض أصعب لكن الله سهله له قضية الولد الآن الآن ولد عدها زين هسا على أي أساس تقدمه للناس بأي صورة بأي صيغة بأي صفة طبعا بتقدم ابنها لكن كيف المدخل ما هو المدخل يعني شلون تفتح الموضوع ويا الناس زين ابنك ما عهدناك متزوجة ولا عهدنا لك زوجا ولا عهدناك بغية لا هذه ولا هذه إذن القضية صعبة لكن الله قد أوجد لها الحل من حيث لا تعلم
يعني وقت ما وصارت عندها الحيرة وسألها الناس جاءها جبرائيل قال قولي كذا فأشارت إليه. شايف انحلت المسألة فأتت به قومها تحمله. هسا يبين من لفظ القرآن الكريم أن الوضع وضع حديث بالولادة، يعني بس ولدت وعمره ساعة ساعتين ثلاثة شالته وجابته إلى قومها. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. زين هسا الآية تقول تحمله، وبعد شوي ايش بتقول؟ من كان في المهدي صبيا. يا هسا جاي حملته ويا المهد. زين المهد شلون استوى؟ على اي طريق؟ من الذي عمله لها؟ اكو مهد ما اكو مهد؟ هذه يختلفون فيها المفسرين. السبير الطباطبائي رحمه الله عليه في تفسير الميزان يقول يعني الأقرب أنه ليس مهدا، وإنما بيان بلاغي تشبيه من القرآن الكريم. من كان في المهد صبيا يعني الصغير، يقصد به الصغير إلا من شأنه يوضع في المهد، وإلا هو ماكو مهد يعني. لأن الآية واضحة فأتت به قوما تحمله، خو صعبة يعني تحطه في المهد وتحمله. ثم أنه من الذي صنعها؟ متى صنع؟ من كان معها؟ فأتت به قومها تحمله. وشوف شلون نفسيات الناس من ذاك اليوم وقبله وبعده وإلى اليوم، ومع الأسف الظاهر لخروج قائمة آل محمد. مع الأسف نفسيات أغلب الناس هالشكل. زين مريم امرأة عظيمة، قضية الولادة يذكرها القرآن الكريم. وما كنت لديهم إذ يختصمون أيهم يكفل مريم، يعني متنازعين متهاوشين الرهبان ورجال الدين الكبار، كل واحد يريد يتكفل مريم. مريم ابنة نبي عمران، نبي من الأنبياء، ومعروف مقام هذا النبي ومقام مريم وطريقة ولادة مريم، وقصة طويلة عريضة. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، يعني نزل وحي من السماء على زكريا سلام الله عليه يصير زوج خالته، لأن زكريا أراد أن يكفلها وكفلها زكريا. على أساس كفلها؟ هو يريد يكفلها، قال أنا أقرب الناس بها، أولا أنا زوج خالته، ثانيا أنا نبي من الأنبياء أقرب من غيره. وهذه لازم تعيش في بيت نبوة مو في أي بيت. لا جو ذول الكبار من الرهبان والقساوسة وكذا، قالوا لا احنا بعد احنا نريد نكفل مريم سلام الله عليها. زين ليش هذا النزاع؟ النزاع على اساس مقام مريم العظيم سلام الله عليها. وتاليها ينزل الوحي على زكريا يقول له يا زكريا قل لهم ان تاخذ اقلامهم، الاقلام يعني القصبة، قصبة كل واحد ياخذ له قصبة او قيل عكازة على اي حال، ياخذ العصاية قصبة ويختم فيها ختمة يكتب اسمه عليها ويلقونها في النهر. القصبة الوحيدة التي ستطفو على سطح الماء يشوفون من هو صاحبها، وهو الذي يتكفل مريم. ووقع الاختيار على زكريا، كلهم رجسوا في الأرض إلى القار، قصبة واحدة شالها مكتوب عليها اسم زكريا سلام الله عليه وكفلها زكريا بهالطريقة. إذن حتى كفالة مريم مع وجود نبي من الأنبياء، كفالة مريم عن طريق الوحي، وهذا بمسمع وبمنظر من كل الناس، كل واحد عارف شايف. وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، أي عمرها كم؟ 4-5 سنوات عمرها، وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ترى أني فاهم القضية يا زكريا، ولا يحتاج تختبرني أنى لك هذا، خو أعرف مو الناس جايبين هذا، جبرائيل ينزل به من السماء. إذن شايف هذا المقام العظيم لمريم سلام الله عليها، إلى هذا الحد وصلت في قومها. وتاليها بس يشوفون ولد عدها
يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يستحون على وجوههم، ما يستحون على وجوههم. ابنة نبي وعايشة في بيت نبوة وفي كنف أنبياء، وهذا المقام العظيم كل شيء خص حياة مريم يكون من الوحي بمسمع وبمنظر منهم، وتالي بس عدها ولد. زين ولد الجيران شايفتنا في الصحراء وجابته، شم خيار عندكم؟ ولهذا شوف انت الروايات في حسن الظن كثيرة، كثيرة الروايات في حسن الظن، لأن يعني كم إنسان مظلوم لأنه أسيء الظن به. احمل أخاك على 70 محمل من محامل الخير. زين 70 يعني من 1 ل69، 70 لا 70 محمل يعني محامل كثيرة من محامل الخير بحيث لا تعد. هاي قصدهم 70. انت استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله، مو معناته 70 يعني لو 1000 لو مليون لو مليار، اي عدد لن يغفر الله لهم. اذا احمل اخاك على 70 محمل يعني على محامل لا يحصيها الا الله. ليش؟ مو من شيش الكلام. فان لم تجد له مخرجا فجد له مخرجا، فابحث له عن مخرجا، عن مخرجا. الامام يقول هالشكل، يقول لين عجز وتغلقت عليك الابواب كلها وما حصلت. طول هو مؤمن، ما قاعد يتكلم عن عاصي وعن كافر وحم متجاهر بفسقه. مؤمن اسات الظن به، احمل اخاك على 70 محمل من محامل الخير، فان لم تجر له محملا فاخرج له محملا. شوف مخرج، شوف شوف اي مخرج طلع، قول يمكن كذا يمكن كذا يمكن كذا ومشي الامور. ليش تتحمل اثم؟ ان بعض الظن اثم. واحد من الفقهاء الكبار ايام النجف بذاك الزمن قبل 200 سنة شاف واحد طالع من سينما، يعني ذاك اليوم مو سينما هي لكن شيء شبيه، يعني مكان مشبوه، مكان مشبوه، شافه طالع لا وطالع متلثن، وراح ونشرها في كل مكان. شفنا شيخ فلان، هذا الفقيه اللي نصلي وراه ونعطيه فلوسنا وأخماسنا وثقتنا والآخر عنده خيرة والمسائل الشرعية. ها تعرفون وين شفت طالع؟ من وين؟ من ذاك المكان مشبوه. أوه لا وزيدكم الشعر بيت بعد تلثم ويتلفت منا ومنا، ما يريد أحد يشوفه. قالوا بس ما نصلي وراه ولا نسوي ولا كذا، وقف لهم واحد قال لهم لحظة، يعني هالقضية ليش يعني كبيرة؟ قضية صغيرة. أحد منكم سأله؟ واحد تنشام 1000. واحد منكم سأله قال أو لا؟ قال بس كل واحد ينطم ويقعد مكانه وأنا بروح أسأله وبرجع. بيته معروف، مكانه معروف. راح قال أنا أجيب لكم الجواب. عنده جواب، انتهى الموضوع، جاوبناكم. ما عنده جواب تركنا ولا عرفنا الحقيقة. يعني أسهل من هالطريق ماكو. أهدر عليه في المجالس وفي كل مكان وفي الواتساب وفي الفيسبوك وفي تويتر و إلى آخره، وأعر الشخص. وأنا ما يوم من الأيام كلمته، جيت إلى بنفسه قلت له ها فلان يقال عنك كذا. القرآن الكريم يربينا على هذه الأصول. راح لهذا قال له مولانا تنا، قال أوه في ناس شافوني، قال له إيه فلان شافوا. وش قاله؟ قال قاله كيت 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 كيت. شو تقول يا شيخ؟ قال والله وش أقول، أقول القضية وما فيها أني مديون إلى واحد صاحب محل، مديون إلى بفلوس، يوم يومين ثلاثة كل يوم يطالبني وأنا شيخ وأصلي بالناس جماعة، ما يصير أخلي روحي مديون إلى ناس وأنا إمام جماعة. فدبرت الموضوع وقلت بسرعة لازم أوصل للفلوس. رحت لبيتهم قالوا مو هنا، طلع وين يشتغل؟ وين يشتغل؟ في محل دكان عنده. وين؟ في المكان الفلاني. يقول لازم إحنا عندنا درجة من الورع أن ما يصير أصلي وفي ناس تطالبني وأنا مديون. هذا أكواي مسألة كانت موجودة عند الفقهاء القدماء، يعني يتحرزون في قضية الدين. واحد من الفقهاء لعله الشيخ الطوسي أو غيره كان مرة يصلي صلاته وهدم صلاته، صلاة جماعة هدمها. قال ايش صاير مولانا؟ قال ذكرت ان انا طالع رايح البقالة او الخضار وكذا وما كان عندي فلوس واخذت، وقلت له الحين باروح باجيب فلوس وباجي ونسيت ورحت المسجد صليت بكم. قال اعتبر صلاتي باطلة.
وطرش واحد روح البيت خذ الفلوس عطها فلان، يوم رجع قال له سلمته، قال يلا نعيد الصلاة. فإذا قال احنا ما يصير اروح اصلي بالناس امام جماعة وانا على يدين، رحت له واذا المكان هذا مشبوه، لكن هو نص يعني نصه مشبوه والنص الاخر لا، يبيعون اشياء عادية طبيعية مثل المجمع يعني. دخلت وين فلان؟ قالوا فوق. زين رحت عطيته فلوسه بس هالدقيقة، سلمت فلوسه وطلعت، قلت ان شاء الله ما حد يشوفني، حتى ما حد يشوفني تلثمت. اي قلت ليش عاد اسوي لي قضية ويا الناس؟ من دخل مداخل السوء اتهم، فانا خلاص خل قضية تمشي هذه المسألة وما فيها. رجع قال لهم تعالوا يا جماعة، هذا اللي فسقتونه وما بتصلون وراء وما بتسوون كذا وما بتفعلون كذا واللي قال عنا كذا، القضية كذا وكذا وكذا، يسوى حين انتون ألف واحد تروحون تستسمحون منه؟ يسوى؟ هذا لو ترككم وقال لكم بعد ما أصلي بكم مرة ثانية ما تستاهلون، ما خسرتون واحد بهذا الثقة. فإذا شوف القرآن الكريم كيف يربينا، يريد يقول هذه مأساة، آفة موجودة في كل المجتمعات. مريم تلك التي لا يضرب المثل في العفاف إلا بها، شاف وعدها ولد فأتت به قومها تحمله، ما في حسن ظن خلاص، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. ما قالوا من وين هذا، ما سألوها أبدا، شو مسوي يا مريم، إيش هالذنب، إيش هالفاحشة، إيش هالقضية، سألوها على الأقل يعني على الأقل يا مريم من هو هذا؟ والله هذا شايفتني مرمي في الشارع جبته، ما انتهت القضية يعني على هذا الفرق. لا وش جايب لنا، لقد جئت شيئا فريا، وما سكتوا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء، لو أمش مثلا ميزين، لو أبوش موزين قلنا ما يخالف، وما كانت أمك بغي، ما سكتوا بعد. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، عور راسه. فجاء إليها جبرائيل قال المأزق محلول يا مريم، خلاص الآن انتهى دورك، ما تدافعين عن نفسك، احنا ندافع عنك، وهذا الولد دافع. ما كان يا أخت هارون، هنا شنو أكو واحد هارون يعني أخو مريم سلام الله عليها، ما أكو واحد اسمه هارون ابن النبي عمران، وليس هو النبي هارون أخو موسى سلام الله عليه. البعض يعتقد هذا هارون يعني أخو موسى، ما إلى علاقة بالقضية وبوضع مريم، وين أيام موسى وهارون، وين أيام مريم سلام الله عليها. يا أخت هارون هذا واحد يسمونه هارون في ذلك العصر كان مضرب المثل في الزهد والورع والاتصال بالله تبارك وتعالى، فكان عندهم مثل إذا واحد زاهد عابد مؤمن متصل بالله يقولون فلان أخو هارون، يعني شبيهه، شبيهه في الورع في التقوى. مو إحنا إذا شفنا واحد يشبه واحد إن هذا أخو فلان، فلان أخو فلان، هذا أخو هذا، بمعنى شبيهه. يا أخت هارون يعني يا شبيهة هارون، يا مثيلة هارون في الزهد والورع. ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، من وين جاي لنا بهالبلوى السوداء؟ فأشارت إليه، إلى من؟ إلى عيسى سلام الله عليه. بعد خلاص، إني نذرت للرحمن صوما أي صمتا فلن أكلم اليوم إنسيا، خلاص ما أكلم أحد، خلوا الكلام الوحي يكلمكم، الإعجاز يجيبكم. فأشارت إليه، زين الإشارة هذه وعدم الكلام من مريم سلام الله عليها اعتبره أولئك طبعا من سوء سريرتهم وخبث نياتهم وسوء ظنهم، اعتبروا سكوت مريم عن الجواب والاكتفاء بالإشارة إلى ذلك الولد اعتبروه نوع من الاستفزاز والتمرد. بعد جايتنا بهالبلوى وبعد تأشرين على هالبلوى، بعد تأشرين على، وما يعرفون هذا من، من هو، وما لو عرفوا مريم ما قالوا هذا، كأنما فهموا استفزاز، حاجوا هذا لا تحاجوا. فأشارت إليه، استفزت مشاعرهم، قالوا كيف نكلم
من كان في المهد صبيا. هم عندهم هذا ولد عمره ساعة أو ساعتين، هسا شلون نكلمه من كان في المهد صبيا؟ أخو مو لازم هو في مهد وعنده مهد، لا، من في من شأنه أن يوضع في المهد، واحد عمره ساعتين ثلاث ساعات يوم، شلون نكلمه؟ هذا كلام ناس ما يفتهمون شيء في الإعجاز الإلهي، ما يفتهمون شيء اسمه معصوم ونبي ورسول سلام الله عليه، لأن الرسول والنبي والمعصوم لا يحتكم للقوانين الطبيعية، ما يجي يحتكم أي عمره يوم عمره سنة عمره كذا. الإمام الجواد سلام الله عليه 6 أو 7 سنوات وقاد الأمة، 6 أو 7 سنوات قاد الأمة، دخلوا عليه مولاي يصير يعني واحد عمره 6 سنين يحكم الأمة؟ قال لي ليش ما يصير، يصير يحكم، ما قرأتون القرآن وآتيناه الحكمة صبيا، ما قرأتون القرآن عيسى بن مريم قال إني عبد الله، كم عمره؟ ساعتين أو 3 ساعات. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، يعني قاعدة تستفزين ومتمردة ومو مفتكرة في الناس، ما يدرون شنو الضربة اللي جايت لهم من السماء. قال إني عبد الله، فأنطقه الله تبارك وتعالى، وهي أول صفعة في وجوه أولئك خبيثي السرائر، أول صفعة، لأنه من يشنع ويرسل الشائعات على المؤمنين الحوبة تصيده، لازم لازم. فقال إني عبد الله، إذن أول صفعة الجاهل هذا اللي قالوا كيف نكلم صار ينطق ويتكلم، هذه واحدة. الثانية قال إني عبد الله، أثاري بعد مو بس ينطق في المهد، لا هو نبي، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا بعد وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا عصيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. صلوا على ثاني أرحمكم الله. اللهم صل أحسنت اللهم صل. شوف هي ضربة في ضربة، إني عبد الله أولا نطقه في المهد، هاي ضربة، والثانية قال إني عبد الله، شنو يريد؟ يريد من أول حياته النبي عيسى ابن مريم سلام الله عليه، من أول موقف، من أول أيام حياته يصفعهم صفعة في تلك العقيدة التي سيلجأ إليها المسيحيون والنصارى اللي يقولون أن عيسى ابن مريم هو الله أو هو ابن الله، أول كلمة ينطق بها بإعجاز وهو ابن يوم أو أقل أو ساعات، أول كلمة شنو قال؟ إني عبد الله. لا حد بعد يوم من الأيام يجي يقول أنا ابن الله وأنا الله، من الآن أقول لك إني عبد الله. ولهذا الإمام الرضا سلام الله عليه في إحدى مناقشاته في مجلس المأمون اللي يجمع رأس الجالوت والمسيحيين والزردشت والمجوس وسنة وشيعة وكل الديانات يجيبه حطه في مجلسه حتى بس يعني تتنكس راية الإمام الرضا سلام الله عليه، لعل وسأل انشط يحيى ابن أكثم وذولا كلهم جهال ما يفتهمون شيء في السين ما يسوون، قال ذولا ما عليهم معتمد، خل أجيب من جميع الديانات يهود مسيحيين مجوس زردشت أي نائبة من هالنوائب، لو واحد منهم عنده سؤال يفهم الإمام الرضا سلام الله عليه يسكته. والله كان غايب الإمام الرضا عن المجلس، تأخر وبدأ أول مناقشة، وقف واحد لهم هاي رأس الجالوت سمون، قال لهم أنتم معاشر المسلمين تقولون أن عيسى ابن مريم هو عبد من عبيد الله. وقف يحيى ابن أكثم ونفخ صدره قال له أي نعم، قال له زين الضربة جايت النقص، وإحنا نقول
أن عيسى ابن مريم هو الله أو ابن الله أو روح القدس؟ صحيح. قال له صحيح. قال له زين، إذا عيسى ابن مريم كما تقولون أنه عبد من عبيد الله، فمن هو أبوه؟ يلا طلع لي أبوه يا حي ابن أكثر، ولا قاعدين كلكم؟ إذا حصلتون له أبوه يعني هو عبد من عبيد الله، لكن مولود من غير أب ما عنده، ما عندنا إلا عيسى ابن مريم. هذا اللي يخلينا نقول نبي، نقول أنه إلهٌ، أنه الله أو ابن الله. تجيبوا دليل عجل عدل أنتم، خلينا نفهم لكم. تم حك في راسه يا حي ابن أكثر. زين يا الغشيم، الآية تقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب. آدم بعد المباهلة، أجل شنو قضيته اللي طاف عليها 100 سنة؟ يا يحيى ابن أكثر ما يفهم شي، فلسين ما يفهمون ذول. لذلك ورط روحي الإمام الجواد سلام الله يعني. الشاهد خلاص نط على ذيل اليهود ما عدم جواب هذا، ما قال ها شفتون احنا دين المسيحية، احنا الدين الصحيح. وإذا قد دخل أبو الحسن الرضا سلام الله عليه، صلوا على محمد وعلى آله. دخل عليهم، وقف المأمون ويضرب ضربة ومو خايبة، مأمون بعد مو شهر. قال وصل الإمام الرضا، هذا راية أهل البيت، علموا علي بن أبي طالب، وهذا اللي الآن بيفحمك وبيجاوبك وكذا. ترى لا يقص عليك المأمون ولا يستغفلك ويستغفل التاريخ، وتعتقد أن المأمون شيعي أو يحب الإمام الرضا أو يعترف بالإمام الرضا. لا عم، هو هاي سياسة، هذه سياسة. هو يقول هالكلمتين، إذا الإمام الرضا انتصر قال ما قلت لكم، وأجلس في مجلسه، وهذا اللي صار قال ذرية بعضها من بعض وإلى أقعده، وانت سلالة علي بن أبي طالب. وإذا ما أجاب الإمام الرضا قال شفتون لا يستحق ولا يتعهد ولا يستحق كذا ولا يستحق كذا، والشيعة كلهم ما يسوون فلسة. على كل موجة يشتغل المأمور. دخل إمام الحسن أبو الحسن الرضا عليه السلام، قال القضية كيت وكيت. التفت قال وين هذا، وين هو رأس الجالوت؟ نادو جي. قال له أنت تقول هالشيء؟ قال له زين، تريد تسمع عقيدتنا الشيعة؟ قال إحنا غير الشيعة ما علينا، تريد عقيدة الشيعة وأهل البيت في عيسى بن مريم؟ قال له إيه، عقيدتنا فيه أنه هو نصب لفخ، نصب لفخ. قال له عقيدتنا في عيسى بن مريم أنه لا يصلي ولا يصوم ولا يتعبد لله تبارك وتعالى. هذاك احمر وجهه، تفخت أوداجه. قال شلون يعني؟ قال له ما يصوم. قال له عيسى ابن مريم المعروف بقيام الليل وصيام النهار، وتورمت قدماه من العبادة، وانتحل جسده ويضع خده على التراب وهو يبكي. قال له من هذا؟ قال له عيسى ابن مريم. قال له عيسى ابن مريم يصوم يصلي؟ قال له نعم. قال له من يصوم؟ هو الله. إذا هو الله يصوم لمن؟ قال له ها. قال له يصلي؟ يصلي لمن؟ لروحه. يصوم لروحه. فبهت الذي كفر بالصلاة على محمد وآل محمد. يعني واحدة من ثنتين، أما هو الله ولا يصلي ولا يصوم، أو هو عبد من عبيد الله ويصلي وصوم، يصلي وصوم ويتعبد ويضع خده على التراب وهو الله. إذن عيسى بن مريم سلام الله عليه أول صفعة وجهها لأولئك المغرضين، أول كلمة قال إني عبد الله، بعد خلاص انقطعت، آتاني الكتاب وجعلني نبيا إلى آخره، وبرا بوالدتي. هذه التي أنتم أسأتم الظن بها الله تبارك وتعالى برأها بمعجزة، ومعجزة تتلو معجزة نطق وإخبار بالمغيبات، وتبيان بأني نبي من الأنبياء وأنا عمري 2 ساعة 3 وعمري يوم. شوف هكذا كانت قيمة مريم سلام الله عليها عندهم، إلا أنهم في لحظة واحدة هتكوا كل هاي المسائل. وهذا ديدن الشعوب. شوف النبي صلى الله عليه وآله أكثر شيء وصى عليه شنو؟ فاطمة بضعة مني من آذاها،
فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. فاطمة يرضى الله لرضاها ويسخط لسخطها. أتاليها أول ما تغمض عين رسول الله صلى الله عليه وآله، أول ما بيت يهجم عليه في الإسلام بيت فاطمة الزهراء. يجيبون عم الجزل والنار لكي يخرج علي بن أبي طالب سلام الله عليه. لهذا العقل ما يحتمل أبدا أن هذا الأمر سيكون يوم من الأيام، وهذه هي وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله بفاطمة الزهراء عليها السلام. لهذا سليم بن قيس الهلالي رضوان الله عليه من الصحابة ما كان حاضرا يوم الجريمة، إجا فيما بعد الجريمة، رأى باب الزهراء محروق، قال يا جماعة يا معاشر المسلمين أوليس هذا باب فاطمة الزهراء؟ قالوا نعم يا سليم. قال بعد نعم تقولون؟ ما الذي جرى؟ أخبروني. أوليس هذا صوت فاطمة الزهراء تنادي وأبتاه ومحمدا؟ قالوا نعم. شنو صار؟ خبروني. ماذا جرى في غيابي؟ ما دريت يا سليم، لقد دخلوا عليها دارها وعصروها بين الباب والجدار، وأسقطوا جنينها وأنبتوا المسمار في صدرها. يا سليم وجاءها الزنيم ولطمها على عينها. أيوة فاطمة ومصيبتها. قال ما يصير، هاي اللي وصي بها النبي كل يوم فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني. أهكذا يصنع بابنة النبي حرصا على الملك؟ فيا للعجب، ما أصدق، ما يحتمل عقلي. قالوا لصدق من؟ قال أصدق سلمان المحمدي. قالوا لروح اسأل سلمان. قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن استذانوا؟ فقال إيه وعزة الجبار ليس على الزهراء من خمار الشود الزهراء، لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب. رحموا الزهراء لولا فمذراوها عصروها عصرا، كادت بنفسي أن تموت حشرة، تصرخ يا فضة أدركيني، فقد وربي أشقط جنيني. فأسقطت بنت الهدى وحزنا جنين هذاك المسمى محسنا، وصاحت يا فضة صدري ينعاب، والله صدري ينعاب. محسن وقع يا معتبة الباب، اجت فضة ولقتها فوق الاعتاب، يسيل من الصدر وضلوع الدب، هيام يسيل من الصدر وضلوع. يا فقد من غشوتها قالت يا فضة أين علي بن أبي طالب؟ قالت يا فاطمة خذوا مكبل بحمائل سيفه. لطمت صدرها ونادت وعليا ومصيبته، وإن كان طلعوا بالوصي قوم طلعيني، أنا نسيت العصر بالباب وتسقط جني، قوموا نروح
القبر جدكم يا بنيني أرد أخمر بفعل الدهار بعد الشوا خرجت تنادي خل ابن عمي أو الهكشف بالدعاء راسي وأشكول الإله شجوني ما كان ناقة صالح وفصيلها بالفضل عند الله إلا دوني وهمت أن تدعو على أولئك الملاعين فتحركت حيطان الجامع وتحركت المنازل ولاذ الناس كلهم بفاطمة آذى وجبرائيل في السماء ينادي يا ملائكة رميم انتظاركم لما لا تخشفون بأولئك الملاعين قالوا يا جبرائيل يا جبرائيل ننتظر أن ترفع الزهرة خمارها وشوف شو نسوي بذول الملاعين وتاليها رجعت الزهراء بعلي لو ما رجعت بعلي يجاوبنا ابو يوسف من العطية رحمة الله عليه يقول بشبلين هي رجعت ليث الغاب معها ورجعت مثل ما ترجع الابواب سبعها لكن يد على اللطمة وإيد على ظلها فعلام بالليل تدفن سرا بنت المصطفى ويعفى ثراها بنت من أم من حليلة من ويل يا الله إلهي أسألك وأدعوك فاطمة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تفرج عنا يا الله فرجا عاجلا غير آجل كلم حل البصر أو هو أقرب من ذلك يا كريم اللهم شافي كل مريض وجريح وفك كل أسير ورد كل غريب إلى أهله سالما غانما اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة محمد وآله سرج الظلمة صلواتك عليهم أجمعين جماعتي المؤسسين والحاضرين والسامعين احفظهم في أنفسهم وأهليهم وما يتعلق بهم تقبل اللهم أعمالهم وأعمالنا وأعمال المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح موت المؤسسين والحاضرين والسامعين والشهداء والعلماء وإلى روحي السيدة مريم سلام الله عليها وروح سيدتنا فاطمة الزهراء عليها السلام وإلى روح عيسى بن مريم عليه السلام رحم الله من يقرأ الفاتحة قبلها صلوات.